بالظبط. طيب ايه هي بقى الهوستنج تيبس؟ يعني انت النهارده لو انا جاي لي ضيوف في البيت، مشاهدين قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي، في حد جاي لهم البيت، ايه الهوستنج تيبس اللي انت تديها لهم؟ هقول لك، هو في هوستنج تيبس في حاجتين مرتبطه بالاشخاص، تعاملك انت مع الاشخاص ومرتبطه بتجهيزات البيت. تعاملك انت مع الاشخاص زي مثلا انك تستقبليهم، حاجات معظم الناس عارفاها بصراحه، انك تستقبليهم بشكل كويس، بتضحكي، تكوني انت بتفتحي البيت مش اللي بيساعدك في البيت، مثلا لو حد بيساعدك في البيت مش هو او اللي يفتح الاولاد البيت او الاولاد يعني او لازم كده. انت فدي حاجات يعني معظم الناس تقريبا عارفاها. الجزء الثاني ايه اللي هتعمليه مثلا في العزومه نفسها، هترتبي البيت ازاي؟ فمن ضمن الحاجات مثلا انه العزايم اللي هي بتبقى بشكل بوفيه، انا بشوف انه انك تقدمي الاكل او العزومه تعمليها على شكل بوفيه او زي اوبن بوفيه بتبقى اسهل بكتير ليكي وللضيف. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بنصح بيها، انه مش لازم نعمل الاكل على نقدم الاكل على السفره والناس كلها، ممكن يكون عدد اكبر من السفره اصلا، من عدد كراسي السفره. فانا بشوف ان انسب حاجه خصوصا في العزايم الكبيره زي رمضان، بتبقى العيله العائلات الكبيره كلها بتتجمع، فبشوف انه يتعمل بوفيه كبير والاصناف كلها تبقى محطوطه عليه بشكل سهل الوصول ليه وبشكل برضو اتراكتيف، وكمان برضو ده بوفيه الاكل وبرضو يبقى فيه بوفيه للحلو. بصي، من كذا حاجه، يعني اولا انا بحب اي مجال انا بحبه، بحب اولا ادرسه واقرا فيه كتير، فانا اخذت ورك شوبس مع ناس بروفيشنال في المجال ده، بلس انا بطور نفسي كتير، مش كمان بس بالقرايه، يعني بان انا اجرب كتير واعمل كتير وبلاحظ، يعني في اي مكان ايرور زي ما بيقولوا، او بالظبط يعني تعملي حاجه صح مره تعملي حاجه غلط مره تتعلمي منها. بلس على فكره الفاشن ديزايننج على فكره نفعني جدا، ان انا بتبقى عيني بالذوق ميكس الماتيريالز مع بعض، يعني انا ميكس الماتيريالز مع بعض موجود في الفاشن عموما، استخدمته كمان في الهوستنج تيبس او في سوري في فكره التقديم بشكل عام، ان انا اعمل اختلاف في الماتيريالز حتى اللي بستخدمها مع بعض، وان اعمل حاجه مختلفه مش شرط يكون حد قبلي عاملها قبل كده، فعندي الجرأه ان انا ابتكر حتى يعني سيت اب كامل يعني مش متشاف قبل كده بطريقه زي ما احنا متعودين. فمثلا البوفيه ده بوفيه حلو في رمضان، فانا مثلا ناس كتير قوي في رمضان بتحب بعد الفطار على طول تشرب شاي وحاجه حلوه، معظم الناس يعني، فبيبقى افضل ان يكون البوفيه جاهز، بحيث ان حتى لو في حد خلص فطاره بدري ومحتاج يشرب شاي او ياخد حاجه حلوه يبقى البوفيه جاهز، لا هيبقى صاحبه البيت انها عندها مشكله انها محتاجه بسرعه توضب او تشوف تقدم الحاجه الحلوه، وكل واحد هيبقى براحته. يعني انا بحب برضو فكره هيلب يور سيلف، هي براحتها والناس براحتهم بالظبط، ان كل واحد مفيش استعجال، يعني مفيش استعجال وكل واحد بيقدر يعمل اللي هو عايزه بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله، لان كل حاجه واضحه ومحطوطه قدامه، الشاي بيبقى جاهز، الاصناف الحلوه. وفي حاجه كمان مهمه انا عايزه اقولها برضو، تيبس مهمه مش كل الناس بتاخد بالها منها، بالذات في التقديم، لما بيكون في اصناف كتير بنقدمها في العزايم مهم جدا، دي يعني بتفرق كتير، ان الاصناف تتقطع زي بايتس او قطع صغيره، لان في ناس كتير بتبقى عايزه تجرب من اكتر من صنف، فلو قطع كبيره هو يا اما هياخد وهيبقى فيه متبقي في الطبق بتاعه، ده مش حاجه برضو كويسه، او اكيد ممكن يكون مش حابب. فلما بتبقى معموله قطع صغيره بتبقى سهله ان هو ممكن يجرب كذا صنف وما يبقيش في الطبق بتاعه. فدي برضو بنصح بيها، ان في البوفيهات اللي بتتعمل يفضل اي قطع اي اصناف تتقطع قطع صغيره في التقديم. دي من ضمن برضو التبس اللي بقولها ساعات كتير من يعني في البوفيهات اللي انا بعملها او في التقديمات اللي انا بعملها. فدي فكرتي طول الوقت، ان احنا